مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج زي اي يوم. النهارده هنتكلم عن موضوع مختلف ومثير، وهي المهن الغريبه اللي بعض الشباب بيختاروا يشتغلوا فيها واللي بعيده تماما عن الوظائف التقليديه اللي ممكن نكون متعودين عليها. دلوقتي مع تغيرات الحياه وتطورات التكنولوجيا، الشباب بقى بيدور على شغف جديد ومغامره مختلفه. ناس بتختار تجري ورا حلمها حتى لو كانت المهنه غريبه او مش مألوفه، زي ممكن تلاقي بنت بتسابق في سباق عربيات رالي، او حد تاني اختار انه يصور اكشن، وفي اللي اختار مهنه نفخ الزجاج. تخيل واحد يقف قدام فرن حرارته عاليه جدا ويشكل قطع زجاج بطريقه فنيه مبهره، مهنه بتمزج كده بين الفن والخطوره في نفس الوقت. في حلقتنا النهارده هنتعرف على الناس دي ونعرف على شغلهم ونعرف منهم ازاي بداوا وليه اختاروا الشغل المختلف ده، وكمان جبنا لكم تقرير بسيط عن اغرب المهن اللي ممكن تكون موجوده حوالينا. هنسيبكم مع التقرير ده ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا اللي عندهم تجارب ملهمه في المهن الغريبه.